هلا بعيدا انه كونك اخصائيه بدي احكي كأم، يعني هل مثلا بتحسي انه مرات بشخصن الامور؟ يعني مثلا ممكن انت جد زي ما ذكرت بنتك او ابنك مثلا تخانق مع ابن صفه، هل ممكن يصير في مشاكل جوا؟ يعني ما بتناقشوا بس انا قصدي المواد التعليميه، هل بتناقشوا كمان التربيه؟ هل بتناقشوا طريقه التعامل ولا بس بحث علمي الموضوع؟ لا كثير بيناقشوا كده، يعني في ناس مثلا ابن حد زعل حد فيتفهموا مع بعض ان لا ما ينفعش كلا هنكلم اولادنا، لا لازم نفهمهم ان ما يغلطش ما يزعلش. علني بيكون على الجروب ولا ممكن تاخذوا رقم بعض وتحكوا مع بعض تليفون؟ اول الموضوع بيكون على الجروب، لا وبعدين بقى يبقى الموضوع برايفت لان ما يصحش، يعني نديها ندخل في الحاجات اللي مش حلوه. ان عمل كذا فانا اقول قدام الكلاس كله ان ولد غلط، فده بيكون مش حاجه حلوه طبعا. ابدا يعني، ويبدا الناس تخاف منه واصحابه يقلقوا منه. فدي لا تبقى حاجه مش حلوه. وساعات بقى مثلا لا انا ابني بقى دايما بيتنرفز، طب انا ممكن اتعامل معاه ازاي؟ في حد يكون عنده النصيحه الكويسه يقول له ابني بقى شقي جدا، بقاش يهتم بالمذاكره زي الاول، فحد يبقى فكره احسن يقول لها لا مثلا ابداي معاه من الاول، شوفي ليه بقى عصبيه، العبي رياضه، طلعي طاقته. فبيكون في لا حاجات حلول معينه ممكن الام نفسها مش عم بتفكر فيها. بس الفكره في حاجه في النقطه دي انه ما بتحسيش ساعات ان ممكن الموضوع ده يبقى فيه نوع من الوصايه، او ممكن الام ما تتقبلش نصيحه من ام تانية مثلا فبتحسسها بان هي افضل منها وبتنصحها؟ اكيد الموضوع ده بيحصل، اكيد النفسيه بتتضايق من حاجه زي دي. المفروض الناس تعمل ازاي بقى كحضرتك كاخصائيه؟ اكيد تتعامل مع الموقف ده ازاي لو ام قررت ان هي تعيش يعني دور الوصيه والحكيمه واللي بتدي نصيحه؟ لان النصيحه مش دايما الناس بتهندلها بشكل كويس، او مش دايما بتكون جايه من كمان من انتنشن او نيه كويسه. صح، هو حاجتين، انا لو النصيحه جايه لي انا هتقبلها ازاي؟ ما انا يعني لو انا في ناس بتتقبل النصايح من اي حد وبتاخدها، وفي ناس لا ما بتقتنعش ابدا ان هي غلطانه ولا ابني غلطان مهما حصل. اللي بيدي بقى النصيحه لازم ازاي تكون طريقته، وازاي افهم اللي قصادي ان هو لو هو مش قابل نصيحتي لا انا لازم اقف، لان دي حاجه مش لازم عليا، انا حاولت ان انا اساعد وهو ما تقبلهاش، فانا لازم اقف لان دي هتكون حاجه مش حلوه. عشان ده مش جروب عشان نصايح بالظبط، ده جروب عشان حاجه معينه، عشان هوم ورك، عشان حد عمل اتيتيود مش حلو في الكلاس هنقول عليه كده، لكن ده مش جروب نصائح. بس عموما انت مش حابه تقول لهم مثلا ان اللي يدي نصيحه هو لازم يكون عارف ان الشخص ده فعلا اصلا بيتقبل نصايح ولا لا، وان اصلا مش مفروض حد يدي نصايح الا ما التاني يطلب منه، صح ولا ده كلام صح؟ طبعا يعني زي ما انا قلت لو انا سالت لو سمحتوا انا ابني ما بقاش يذاكر زي الاول بالزبط. مستواه اتاخر ما بقاش زي زمان، فانا حد تاني يرد عليا. بالظبط، لكن لو حد لا ده يكون تدخل مش هيكون نصيحه. طيب بدي انتقل لشيماء صراحه بسؤال ثاني. هلا من خلال حديثنا اكيد المشاهدين صار عندهم شويه خلينا نحكي كونفيوجن او مش عارفين صاروا ايش الصح ايش الغلط، متلخبطين. في نوعين من الجروبس، في على الواتساب وفي الجروبات الكبيره زي الجروب بتاع حضرتك، شو الفرق بين الاثنين؟ الجروبات الواتساب بتبقى مسؤوله عن مدرسه ابني بس، كل اللي في الجروب ده الكلاس بتاع ابني. اللي بناقش فيه اي مشكله بقى حتى لو تربويه فعلا او حاجات زي كده. الجروبات اللي على الفيسبوك دي موسعه اكتر، لا احنا كل المدارس وكل الطلبه باولياء امورهم، يعني احنا عندنا طلبه وعندنا اولياء امور. بنناقش فيه بقى نظام التعليم ككل، وكمان منصه احنا عاملينه فاتحينه لكل الصحفيين ان ولي الامر يبقى عارف كل الاخبار من جميع الصحف في الحال، بننزل الاخبار ساعات كتير يتم الغاء حاجه، قرار بينزل النهارده، يعني احنا كان امبارح بينزل قرارات وابني عنده تجربه على التابلت فبننزلها في الحال، ففعلا بتعم الفايده على الجميع. هم ولي امر عارف منين؟ يعني هو دلوقتي المدرسه ما اخترتوش، للاسف المدارس ساعات ما بتخترش، خلاص خبر نزل بالليل هيعرف منين؟ الطالب هيعرفها الصبح، لا هو بيعرفها من بالليل خلال هو ده من خلال اليوم. فهو ده الفرق بين الجروبات على السوشيال او الواتساب. وكل مدارس الجمهورية مش عم تختصوا مثلا بالقاهرة؟ لا كله كله. هذا حاجة عظيمة عظيم جدا صراحة. طبعا طبعا.